شي نسمح في كرامتي. انا ما كانش شي واحد عنده الحق يصورني. انا اتحد مع ماما. انا ماشي ممثلة ديال ستريبتيز باش يصوروني. وملي صورتوني مسيتوني في كرامتي. انا عندي هدف واحد في الحياة وانتقم. دابا المشكلة اصبحنا دولة ديال بورنو ماشي دولة ديال الامن. وغادي نوصلوا لقزحة. تنشروا واحد الأخبار تيقولوا باللي الأستاذ زيان قام العاهل المغربي الملك محمد السادس باتصال هاتفي وقام بتوبيخه. ده غير صحيح. الجريدة واحد الموقع إلكتروني فاقد المصداقية وخا عنده بزاف ديال لي في بحال اللي كتقولوا نتوما بالجاربون ديالكم. أن الناس وخا أول أحد يوتيوب يوصل الملايين ديال الدولارات سنويا ديال التعويضات على النشاط ديالو في الشبكة العنكبوتية، ولكن ما عنده حتى شي مصداقية فيما يخص العالم السياسي وفي الرأي العام الوطني. ادعى أنه صاحب الجلالة عيطي في التليفون باش يوخدني لأنني دافعت على حراك الريف. هذا غير صحيح. كنقولك نعاود نقولها، صاحب الجلالة عمرو ما يسمح نفسه أنه يطبخ محامي ليكونوا كيرفع أو ما كيرفعش على قضية معينة مطروحة أمام القضاء، ولكن إذا كانت قضية جنائية. أنا الخبر اللي كنشوف هذه الجريدة أنها نشرته هي إهانة للمملكة المغربية بصفتها أنك تحترم حقوق الإنسان إلى آخره، كذلك إهانة للعاهل المغربي وإهانة لسيادتكم السيد الأستاذ محمد زيان. واش ما كتشوفش بلي هذا شيء إهانة؟ بغض النظر على أن هذه الجريدة أنا كنعتبره يا إما كتجسس على سيادتكم يا إما كتجسس على العاهل المغربي. شنو تتقول سيدي في هذا الشيء؟ أنا فعلا لأنه وإذا افترضنا أنه مكالمة صحيحة فما كنشوف الملك ديال البلاد غادي نشوف تيفي يمكنها أو لا يخبرها بالمكالمة الهاتفية. ما عرفت على كل حال أنا كتبان لي مستحيلة. وإذا افترضنا أن المكالمة لم تقع تماما، ما كنتش كنتوقع ان شوف تي في غادي يمكن تفترض على الملك وتكذب عليه وواحد الحصانه غريبه وواحد السهوله وكررت كنظن هذه جوج او ثلاث مرات كتتاكد بانه ما تقوله صحيح. وانا عشر المرات كنقول لكم ما قالت هاد الجريده غير صحيح والواقعه لم تقع تماما. قد انه انا طلبت من احد المستشارين ديال صاحب الجلاله اللي هو احد اعضاء الديوان الملكي انه يقوم بالتصحيح ويقول لي في السر، لانه هذه خطيره ما بغوش يديروها كتبقى مشكلتهم. انا فيما يخص مسؤوليتي راني قمت بالواجب ديالي وكنقول هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام افتراء. وانا كل حال هذه ممكن قبلها غنمشي واحد بحشش مثالي. ما كانتش استجابه من السيد فؤاد علي الهمه على الرساله اللي طلبتوها منه، وما كانش كذلك توبيخ للقناه ديال شوف تي في على نشر اخبار خطيره بهذا الشكل وسختو داخل فيها العاهل المغربي وسيادتكم السيدي. ما كاينه حتى شي اجراءات اللي تقامت ضد هذه الجريده الالكترونيه. لا غير بغيت نقول لك انا ثانوي بالنسبه للسمعه ديال المغرب اولا اللي هو الاهم، وبالنسبه للسمعه ديال العاهل البلاد نكونوا متفقين. وما كاين، انا ديما كنقول بان كاين جوج ديال الاشكال ديال المغاربه. كاين المغاربه اللي مستعدين يحكروا بلادهم والوطن ديالهم باش يبرزوا يبانوا بانهم اللي صالحين هما اللي قادرين هما اللي مزيانين هما اللي عن الصواب. وكاين المغاربه اللي مستعد يتدللوا باش المغرب يبقى عالي ويبقى كبير ويبقى راسه
مرفوع يبقى كيبان كمجتمع ودولة تحترم القيم المتمدنة والمتحضرة. أنا من الناس المستعد نتدلل باش المغرب يبقى عالي، وعوض ما ندلل بلادي باش أنا نبان عالي عليها. دونك أنا ولكن المغرب مصاب والعاهل بعد كتب هذه مصاب ومصاب بزاف، لما كان فهمش وكيفاش الديوان الملكي بقى ساكت على هذه المصيبة. هذه قضية ما عرفت ما بدخل يا فرنسا. يقدر أي واحد يجي ينشر خبر على الملك البلاد، وكان اتخذتوا الإجراءات القانونية في حق هذه الجريدة؟ لا ما عندي فهمت ولا نجيبو عاوتاني نجررو المؤسسة الملكية أمام المحاكم نقولوا لا قالت ما قالت، يبدأ يقولوا المحامين ديالو وجيبوا سولوا العاهل سولوا المؤسسة سولوا، بما أن المؤسسة ما انذكرت معناها ندخلوا معهم في التفاهات. ما نفضل ناكلها وما نوصلش المغرب بهذ الحالة هذه. ولكن القضية اللي ولا نقاش فيه أنه المغرب ما كيطلع شيء صحيح من بعد هاد النكتة ديال هاد الموقع هذا، اللي كان اعتبر أنا النكتة. أنا راني انكرت، تصوروا ما كنتش انكرت وقلت فعلا بأنه العاهل المغربي عايد وبخني وقال لي ما ترفعش على هذوك الحركة الريف لأن هذوك انفصاليين وهذوك كذا وكذا وكذا. شنو كان غادي يوقع؟ كانوا قال بأن الدولة تدخل في القضاء وفي الأحكام وهي اللي جرجت ناصر الزفزافي ب 20 سنة سجنان، هو اللي تكرف الملك، هو اللي تكرف على الريف وعلى هو اللي قال لهم وحكم لهم بأنهم انفصاليين، في حين أن الناس غير كتطلب حقوق اجتماعية فقط والاقتصادية. يا يعني عبادنا كنقولها وكنعاود نقولها، واللي كيطلب حقوق اجتماعية ممكن لك تحت حتى نهار ديال الحبس. هذه أمور واضحة. ولينا كنشوفوا يمكن لي أنا نلعبها ونصلح عدو ديال المغرب ونقول يا فعلا هذاك الشيء اللي قال لكم ديك الموقع وما نكروش الديوان الملكي هذيك راه حقيقه، هذيك يا الصراحه وديك الشيء اللي وقع وديك الشيء اللي وقع. ودابا ولدي دخلت لي الحبس وكنت انتقم من عائلتي وانتقم مني وعطوني عام ديال التوقيف من المحاماه وعطوني الشهور ديال الحبس على القضيه ديال المرافعه ديالي مع زميلي السي اسحاق شاريه. انا كان يمكن لي نديرها، انا كنقول لكم هادشي ما كاينش منه، هادشي ما كاينش منه. انا بغيت نبقى في اخلاق عاليه. كتحس والحمد لله لي. كتحس براسك سي استاذ زيان هل انت مستهدف؟ انا شو علاش غادي يستهدفوني؟ انا ما كنمثل حتى شي خطوره. ممكن يكون مستهدف من هادوك اللي باغيين يطلعوا للحكومه ويخذوا الرئاسه ديال الحكومه، وفعلا عندي واحد المصداقيه في الشارع المغربي، عندي واحد الشعبيه كنتمتع بها حاليا في المغرب. يمكن يكون كنفسهم او كنضايقهم، ولكن ماشي المستوى اللي تكتب على البلاد كلها. نعم موقع كبير وعنده كما تنقولوا واحد الانفلونس كبير على الشعب المغربي. ما عرفتش لا ديال داكشي ديال الزنقه، داكشي ديال الفساد والخيانات الزوجيه، وهذا بغى يطلق وهذا بغى يتزوج بسبب زوجه مع واحد اخر وما طل هو مساحه صلاته وحصلها نقص من الشرجام. هذه الامور ديال القطوط. هادشي داير فرنسا كيقولوا لا روبريك دي شيان اكرازي، الحوادث الوسيطيه ديال الانسان ديال الكلاب اللي لكن هذاك الحيوان اللي كيضربهم بعد احيان السواق في السير في حوادث سير مرتبطه بالحيوانات. على كل حال ما كنحقرش الحيوان. ها بغيت نقول لك تسابل لا روبريك دي شيان كرازي، ماشي في التحليلات، عمره ما قام شي تحليل سياسي او لا درنا شي خبر سياسي مهم او لا توقع اقتصاديا واجتماعيا شي حدث او لا شي واقعة. والو كاينين بعض القنوات اللي كيساهموا في تكليخ الشعب المغربي، وديما تنقولها وتنعاودها. السؤال الثاني نعم فعلا هادو من المواقع اللي كيشاركوا في تكليخ الرأي
الشعب المغربي. عندك الحق، باش الناس ما يبقاوش يطالبوا بالحقوق ديالهم، باش يبقاو ملهيين فقط مع التفاهه اللي كنشرها بعض المواقع المغربيه، ويبقى الشعب ولا الاجيال المغربيه تي ما يطالبوا بحقوقهم، مثقفين ولينا ما بقيناش كنشوفوهم كيخرجوا تيتكلموا، ولو فقط الناس اللي لا اهميه لهم في المجتمع المغربي هما اللي كيهزهم بحال هاد الجرائد. الو وهيبه خرشش، الشابه الطموحه وهيبه خرشش اللي كانت ضابطه شرطه في الجديده، ظهر اسمكم في الجديده، ظهر اسمكم وصوركم، خرجوا بعض الصور اللي كانوا كيهدوها بها للاشاره. وهيبه خرشش جات عندي ملي كانت الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه سمعت لها الشكايه ديالها ديال التحرش الجنسي ضد رئيس الامن الاقليمي ديال الجديده، وانا قمت بواجبي للدفاع عن المراه المغربيه بغض النظر، انا محامي بغض النظر عن ماشي بون. مع الاسف الاداره العامه للامن الوطني اعتبرت بانني انا كنخطط انا ما كنخطط والو، انا ماشي انا اللي درت الشكايه، الشكايه هي جات عندي من بعد ما الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه قالت لها وهيبه شوف شي محامي غادي يدافع عليك، هادشي اللي كتقول غادي يخلق لك مشاكل عويصه، لان الناس هادو حنايا اللي في الشرطه القضائيه، حنا اللي في الفرقه الوطنيه كنعرفوا علاش المقدين واش كيديروا في المغرب، ولكن مع الاسف حنايا ودا ما عندناش شكايه واوامر ديال النيابه العامه ما كيمكن ليناش نتحركوا، حنا ما عندناش مبادرة تحريك الشكايات أو مبادرة فتح البحث، البحث يكون بأمر من النيابة العامة. فاستغربت كثير لأنه الوكيل العام ديال المحكمة ديال الجديدة مشكورا الأستاذ زويتني كان كان طلب من رئيس المحكمة الابتدائية انه في اطار ما يسمى بالامتياز القضائي يعين مستشار ديال المحكمه ديال السناب ديال الجديده باش يبحث في القضيه ديال هذا الرئيس الامن الاقليمي، لانه بان للنيابه العامه ان هناك ما يمكن ان يؤكد التحرش الجنسي. التحرش الجنسي الإشارة فقط، الناس اللي ما عارفينش التحرش الجنسي وهاد المشاكل اللي وقعوا له، وعلى حسب القول ديالها تعرض لها من عند رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي اللي عنده واحد السلطة كبيرة، يعتبر أنه عنده قرابة، هادشي اللي قريت عنده قرابة مع السيد الحموشي. وديك اللي كيتقال ما كنعرفش، انا هادشي ديال العائلات ما كندخلش فيه لان ما كنعطيش اهميه، ولكن يوم دابا على حسب الجرائد الامريكيه كيقولوا بانه واخدين خواتات وصاروا ولا نسيبوا ولا خويا ما نعرفوش بصح ولا كذب. المهم هذه قضيه لا علاقه لها بالوقائع، تكون زوج فلان وفلانه ما عندها علاقه بالواقع الجنائي. المهم النيابه العامه طلبت فتح التحقيق، والرئيس الاول اعتبر بانه فعلا ما غادي يظلموش، ودا عين له مستشار باش يقوم بالبحث واحاله الملف الى المحكمه للنظر فيها، الا انه قاد التحقيق ما عرفش شنو وقع له، واحد السيد كيخرج من عندنا بواحد السطيل كيبدا يتودى وكيبدا يصلي حدانا، من بعد كيدخلنا ما نعرف شنو بغى يقول لنا زعما، انا ما دوخنيش، وذاك كيظن غادي يمكن يدوخ سيدي ربي بديك لودو ديالو وبديك الو وي كنسمعك اسيدي، وذاك كان غادي يدوخ سيدي ربي بلودو ديالو بديك الصلاه، هذا راه مسكين غلط بزاف، سيدي ربي يعلمو الظاهر والباطن. ولكن بلا ما يستمع النوعيبه خرشيش، بلا ما يستمع الشهود، عندها شي أربعة ولا خمسة ديال الشهود نويبة خرشيش، واخا أنه كاين نويبة خرشيش باش يمكن لهم يقلبوا القضية من بعد من النيابة العامة حالة الملف على الرئيس الأول، والرئيس الأول عين مستشار باش يقوم بالبحث والتحقيق والإحالة ضرورية الإحالة هي أوتوماتيك، مشى حيدوها وصيفطوها من قرير حيدوها من مسرح الجريمة، ومن بعد بداو كيضغطوا على الشهود وكيحاولوا يرشيهم او لا يسيبوا لهم سوابق عدليه، وكاين لي كتاب كيقول اسيدي القاضي تحيك رانا عطوني 3 مليون او 30 مليون باش نشد ضد وهيبه
ولكن هذاك الشيء راه كنأكد داك الشيء اللي كتبت في الشكايه ديالي وفي الشكايه ديال لويبا خرشيش. مع الاسف ما سمعش الشهود ديال الاتهام، ما سمعش المشتكيه، خرج واحد الشهاده لا وجود لها في الحياه سميتها شهاده عدم السكنة. دابا هذه المشكله، دابا واذا بغيت انا نمشي لواشنطن، دابا انت فين كاين؟ بيجينغ، بكان، غادي نمشي للقنصليه يعطيني شهاده عدم السكنه، انا ما كنسكنش في بكان. ما كايناش شهاده عدم السكنه، كاين شهاده ديال السكنه. ماشي كنوصلوا القضيه باقا مفتوحه ولا كاين؟ في المجلس الاعلى كنتسناو المجلس الاعلى يرجع الامور الى النصابيه، واذا بغاو اذا كان التاثير ديال اداره الامن على القضاء وصلنا الدرجه هذه، ما عندنا ما نديرو غلب الله. هذا هو المغرب. استاذ زين، باللي هذه القضيه تاخذ واحد المنحنى دولي، خصوصا من بعد الرساله اللي جات من عند سان فرانسيسكو، اللي صيفطتها السيده اللي كاينه دابا مع الرئيس الامريكي، واللي هي عندها واحد الجمعيه اللي كتختص بالابتزاز ديال النساء والتشهير بهم. واش ما كتشوفش باللي هاد القضيه غتاخذ واحد المنحنى دولي وغادي تكبر القضيه كيف ما تنقولوا؟ اي، انا توصلت بالرساله لكامالا هاريس، كتعين فيها واحد احد مستشاريها اللي اولا باش تساعد وايبا تخرج من اسبانيا وتجي للولايات المتحده. بون، داك الحال ما نعرفش، انا ما كنخش في الامور اللي ما درتهاش. وثم ثانيا انك تقول لها كخصك تعطي وكالات الناس اللي غادي يبحثوا في القضيه دي توكيلات. ودابا السيده هذه اللي كانت في مجلس الشيوخ كتمثل دوله كاليفورنيا، دابا اصبحت نائبه رئيس الدوله ديال الولايات المتحده، ماشي السابق البايدن المقبل. من الحشومه، من بعد حيدها، هي ضابطه كانت رئيسه الخليه، تردها كاتبه في واحد لارونديسمون في الدائره في ازمور تصوروا زعما. ثم بدا كيكتب عليها التقارير، ثم على حسب ما قال شي واحد موقف في الولايات المتحده ديال واحد الاخ كيجيب المغربي كيعيط الرئيس ديالها كيقول لها هذيك بغيت نطحنها. التحفه، برافو عليك. لا بيت بوفوار، تستعمل البوفوار ديالو ولا لا بيت بوفوار بالعلالي وما نعرف اش غادي نقول لكم. انا شنو التعليق ديالكم على الصور ديالكم الماخوذه مع السيده؟ لا صور، انا قلت تا مدام فيليب جيتي من الرباط ان شاء الله وجيتي زرتيني، غادي نخلي نوصل لك سيارتك او نخرج معك للزنقه او نتكلموا في مكان عمومي باش نتناقشوا حول المشاكل ديال الدنيا. يمكن لك دير ليا استجواب في اي مكان عمومي. ما فهمتش. صور عاديه. دابا ودا جات السمره نقول لها لا ما تسلمش عليا بعد، ما توقفش حدايا راه غادي يصوروني. دابا بدك تصور معنا، اما هي كانوا كيراقبوها اما انا كانوا كيراقبوني. بالخصوص ينبغي الاشاره باللي هذا الشيء كان وقع في الايام اللي كنت سيادتكم محامي ديال الصحفي بوعشرين. قدروا يكونوا يا اما كانوا كيراقبوك انت ام كانوا كيراقبوها هي. يمكن وحده من الزوج، وحده من الزوج هما، وهي على حسب اللباس اللي كانت لابسه وهيبة، فهي بزاف ديال الايام وفي مكان ماشي متقربه وفي اماكن بعيده ومختلفه ولباس مختلف ما بين ديال اللباس ديال الصيف واللباس ديال الشتوى، ما بين لابس الكبوط ما لابسش الكبوط، البوطات ما لابس. كتب بانه خلال سنه وسنتين وتصور كيتصوروا. يمكن بحال اللي قلت في الوقيته اللي كان عندي على العاتق ديالي الملف ديال ناصر الزبزافي والملف ديال توفيق بوعشرين. من بعد في الاخر قال لي غير ديال توفيق بوعشرين، وكان يتدعي بانه وقع ضغط عليها وعلى راجلها باش تحيدني انا وتخوض واحد المحامي اللي هو اقرب الى اداره الامن. ما احتشمتش سميتهم لانه
هو اللي رفع ضدها من بعد في القضية هذه ديال أمام الغرفة، أمام الغرفة كنا كنظنوا بأن الغرفة غتحسن وتلغي القرار ديال قاضي التحقيق. دخلت الغرفة زادت ديك الحيثية ديالو، ديك التعليم ديالو كيشوه بالقضاء وبالمغرب وبالسمعة البلاد الراديو. تنتمنوا ان الدوله المغربيه تجمع هذه القضيه وتحقق فيها وتعطي كل الحقيقه، بلا ما نشوهوا مع الدول الكبرى، بلا ما توصل في هذه الامور واضحه. انا دابا انت جبتي معايا وهبه عيطت لي البارح في الليل بالنسبه للمغرب، غادي يكون هو النهار في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، و كنظن بانه دا المغرب ما عندهاش الحق، هي ما تنازلش غتمشي بعيد، لانك تقول لك انا كرامتي، لان ماشي غير صوروها دابا تصور في الزنقه، لا يهم صوروها في لوتيل داخل وعطات التسميه ديال لوتيل. سالوا كيفاش تصور كيتخدا وسط لوتيل وتيخرجوا، كذلك المعلومات الشخصيه ديال الزوج ديالها خرجات، بحيث انهم تمكنوا انهم يصيفطوا لي رسائل نصيه واتصالات، وكيفاش خرج العنوان، والعنوان كيكون عند مصلحه مختصه هي الوحيده. كاين بزاف ديال استعمال السلطه، كاين بزاف ديال التزوير، كاين بزاف ديال الامور الغير قانونيه في هذه القضيه، وكنتمنى ان الدوله المغربيه تفك هذه القضيه على خير، حسن ما تنشوهو مع الدول الاخرى ونشوهو مع امريكا توصل قضيتنا لتماك. هي ديجا فعلا. شكرا على شكرا على العواطف ديالك، لان فعلا ما كنقول لهم بان هذا الشيء على حسب ما قالت لي البارح ما 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 عولاش السكوت، عندها مواعيد مع عده شخصيات وجمعيات دوليه ماشي غير امريكا، وكان وكتقول لك انا ما نقدرش نسمح في كرامتي، انا ما كانش شي واحد عنده الحق يصورني، انا حتى حد ما انا ما ما انا ماشي ممثله ديال ستريبتيز باش يصوروني، وملي صورتوني مسيتوني في كرامتي، انا عندي هدف واحد في الحياه وانتقم. دابا المشكله ان القضيه هذه ديال التصوير داخل فنادق في المغرب ما كايناش غير هي، كاين القضيه ديال المبني ديال الشوها بالنسبه للمغرب. السيد على كل حال كيقول يمكن يكون كذب، حتى واهبه يمكن لها تكون كتكذب، ما نعرف، هذه صورت راسها الله اعلم. ولكن دابا حنا كاينين جوج، دابا جوج الناس، لربما حتى غادي يخلق لنا الثالث والرابع والخامس، حنا الى اصبحنا دوله ديال البورنو ماشي دوله ديال الامن، وغادي نوصلوا لقجحه. جميع القضايا السياسيه تدخلوا فيها قضايا جنسيه في المغرب، ما عرفتش علاش هذا الموضوع. ما فهمتش معشرين دخلوا قضايا سياسيه، الصحفي الاخر اللي كانوا شدوه الرئيسوني يا اما انفصالي يا اما انفصالي، ومن بعد كتولي انك تتمارس القضايا الغير الاخلاقيه ولا الجنسيه، ما كيبتكروش باش يعطيو شي حاجه جديده من غير القضايا الجنسيه دائما. ما عندهم هذه قضيه خطيره جدا، استعمال ديال الجنس في السياسه، واستعمال الجسد ديال المراه، ولي اخطار انهم كيوجدوا مثقفات اللي كيلعبوا الدور بامتياز، وما كيترددوش انهم يجيو ويوقفوا امام القضاء باش يقولوا امور اللي ماشي صحيحه، وكيجعلوا نصهم ضحايا. ولكن الضحايا كتقول لي هذه 4 سنين خدني من عنقي بغى يبوسني، هذه 4 سنين فين كنت بقيت عبيط بالراي ديالهم. دونك